وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إلهي سبحانه وتعالى أرلذن أبوري تمكينك وحلق هليو أي إلهي سبحانه وتعالى شغيدا. الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات الإيمان والعمل الصالح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت كدب ولا ليال كلمدا جزاهم الله خيرا مركك وباد وحرم هدنقيا إلهي سبحانه وتعالى على توفيقه وإحسانه وامتنانه. إلهي سبحانه وتعالى وافجنت وإن وافجيي إيا أبالك وإن وقلي إيا إحسانك وإن وقلي وناقا إيا دلن يرتا إيا خيرك إيا علمك إيا وناقا ربي إن وافجيي. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إلهي سبحانه وتعالى أيا وناقي قبصومي ماشان مدشان كقبصومي بركي سري بيتك الرحمن كا إلهي من أغمهد نقينا سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. وحي النعمة إذن كسغن حق إلهي بك أهاتيب وليل سبحانه. ما ضوى من ألفاظ العموم وما ومن وأل تساوي ما ذكر، وهكذا دو عند طيء شهر. وحك استوض حيسان أو قلط أه إلهي بإذن سي مركا إلهي أرضي إلهي أنكم هنقن. الحمد لله ارتضاه وأي النعمة هل نعمة أو إلهي نسي أبل كذا ما قدي كرنو. إن دهتكو آخر سنة يسي لغاتكو إيمان يسي دهتكو دقي سنة يسي مسكحة دوحكو فهم يسي قعنت دوحكو قري يسي عافمات كاتكو تمت نبضا يا أمنك إلهي نسي وإلهي نتمكيني. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعبدونني وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. آية داسي وآية عظيمة وآية دوين. إلهي سبحانه وتعالى أرلذن أبوري
تمكينك وحلقو هليو أيو إلهي سبحانه وتعالى شكا أيضا الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات الإيمان والعمل الصالح أيو إلهي سبحانه وتعالى ولا ليال إنكو عزين يا وإلهي إنكو شرف يا وأدوني آخر مرسلين وقارسين يا إلهي وحكو قبا قبايي يعبدونني لا يشركون بي شيئا أنيق أم بي عابديان وحنانا إلا موذاجينيان وتوحيدك هذا الربط إن أضنبتك نولاته نول المعانك نولاته توحيدك إلالي إلالي يعبدونني لا يشركون بي شيئا إلهي سبحانه وتعالى أبالك أي النعمة أيان وقام هذا نقينا ثم جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم وحن مهد علنينا ولا لها يقدد اسكو حلقام تي وناغن يا خير كان يدلين يرتا اسكو ذا اسكو أبابلي وحوي مشايخ ذي دورة ذا آخرين ايسي سو أبابلي عشر كان كهول قلي هبين يا مالين اتاقنا أيها الريان أخونا حفظه الله تعالى محيي الدين وأخونا أبو مسعود كذلك نشكر أخانا إيد حفظه الله تعالى لمشاركته عن مكان بعيد فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم وحن صدوك لهم هذا علنينا قدد مساجد كينا بركيسا مسجد بلال حفظه الله تعالى ورعاه إيه قددي سووه الرئيو محمد عبد واحد فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم إيهان وندعينينا انتا كدب ولا ليال كلمة دوحان قصوى خلاصيني ولا ليال لبشي أنكو دذالنو وحدنا ربنا الدنيا آخرين نقولي سنو قوشوا لبدا شيء بكو جرتاح إمام الشافعين هل قبي بكو شيء رحمة الله عليه قرآن كان إنبادن باتكو أركتين ألا وهو العلم والتقوى وإناد إلهي دينتي صبرته إلهي نكعبسته إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا وحيد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم آية دا إلهي سبحانه وحوك الشيخ بعلمة إله ذن أعظم شاهد وأعظم مشهود شيء لغمر خاتك عشيق وقوينة ألا وهو التوحيد أنه لا إله إلا هو عيد مرك عضا عيد وقوينة يدبو إلهي الشيخ إلهي با مرخاتي آية دا الحديدة إلهي وحو الرعي مرخاتك ملائكته ملائكته إن انكري أهي وعبادة عيد إلى وذاقن أنا قام مرخاتي كأول الله سبحانه وحي قام مرخاتي إن أنكري يا حي وعبادة إلى وذاق والملائكة ملائكة هي قام مرخاتي إن أنكري يا حي وعبادة إلى وذاق وحا قام مرخاتي علم ماذا هذا ابن كثير رحمه الله تعالى أبو الفداء الدمشقي القرشي عند هذه الآية تفسير كيس وحولي هذه الآية منقبة لأولي العلم شرف وحي التهيبوري علم ماذا وهي إلهي بأمرق الشذي إلهي أي علم ماذا أمرق الشذي أمر خاتبي إلى انكري أهي ذاتك إيقان دين تيذا أقوان تأوله أي إيقا مرخاتية علمك الله شيئنا وعلم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة كتابك إلهي إن لقب صدق سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو أنا فهم سلي صحابة إيه السلف الصالح أفهمين ولا ليال علمه وحو كان يا الخشية إن الإلهي سبحانه وتعالى سطب أذو قبقته كان يا إلهي وحور إنما يخشى الله من عباده العلماء لمدهن إنما يخشى الله من عباده العباد عدك استو عبادي ستا ومساجد كتكتا أما وردد
إلهي كبقتين لمدهن بدنا قف مساجد صاقل لكن تقوضك ويرتح بدنا قف وردي ما قرآن كأقرية عبصد إلهي قلبك سين قار إلهي عدة تقانا كعبصتها تاسنا وحي كؤمن إيسائنا التوحيد كبرته أن تعلم وتعرف حق الله على العبيد حق الله كقول لينا أدبرته أو توحيد كأدبرته مركز إلهي سيد أبو برنا إيسا سبحانه وتعالى عالم الجهل لما سنة هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل بمعنى النفي مسميهن ذاتك وحقرني ذاتك وحقرني ومس النووي وحيدهن حافظ حجر رحمه الله تعالى بخاري مركو سؤال في كتاب العلم آيات وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما وحاط هذا نيم محمد أو صلى الله عليه وسلم الله يو أقون إي زيادي أو علم إي زيادي مركزته أو أدونك أو علم زيادته إلهي ببرتا سبحانه وتعالى مركا ولا ليال لن يرتوح عليه الدورة ذي هضير دمات علمك مدمار شهادة ذاسي وحيا هايدون ديري قلم بيهايد علماء ذهر ما شهادة لسينجري بخاري ما شهاد لها موسى ما شهاد لها وحوية وديري قلم وحوية خيرك حقا كسي وضع وياني لكن علمك مدمار وفوق كل ذي علم عليم مذ كستو علمي وصاحب أه متكلو عليم أيا كسي سريا حتى ينتهي العلم إلى الله إلا علمه كقدماضو إلهي سبحانه وتعالى حقيسا وحنقصه قبين يا صنع العلم أصمرتان وشدائد العلم والتحصيل علمه وحياله بذنب أباهن يهي علمه وحياله أباهن يهي وحكم ذا دلال إخلاص يدري إلهي نكاتهي إلهي درتي مركض حقبته إلهي وكوبركين يا استسنمو يا عرسك دادعي يا دنياكو هلين كانقن كذلك علمك إنا ضبرتان مع الاجتهاد إنا الدذال إيا تحصيل كيساتك دذاشان علوم ذي هورا رحمة الله تعالى عليهم لباتضي علمك أمر وليسكو ذؤقيهي إمامك ابن جوزي رحمه الله تعالى كتابك سيد الخاطر وحلي وكنت أمر على نهر عيسى علمي غمرك انضلبي خبزي إيا كبس بوتي سو بركة ما تقنين بر بركة أيو مركو علمي صوت لغانا يبر بوذن جري كدبا وحولي وحان كدوقي جري وبيغ الله عيسى وبيغ أسان كسي دوقي جري أما قريع أما قدام عشا وحي تهيبا كدبان علمي أن كسي سعون جري بوري مركا ولا ليال إن هذا علمي رفات كيس أدو سمرتان نبي موسى عليه السلام وحالي حلقي مدين وكسو مصر وكسو اللغيو مدين تقير نبمونا شاقا لكن انتي ليلي نبي خضر كسو فإذي سوء علمي وسعو ذي وحول لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا سفر كيغان إباتا كلاكولاني مركا علم طلب كبا ليلي نصب يتعبو ليهي إنا سمرتان أرضي قصاص وكرانو إسكا إلالي عجبي قيس لويني دي كبيركا إنو إسكا إلالي نبي قوحوشا قي صلى الله عليه وسلم وحالا نو إسقاض الشضاء أما كبيركو إنو قفك هلاقو وحولي ثلاث مهلكات صدح قفك ويهلاكتا وحاكا مذها وإعجاب المرء بنفسه قفك إن نفتي سعجب قريسو مركز توحى ذو أركتا ولا لحين كافل دبذيهن كاصر ريان هوس اسكردك إله بكركو قاضي سبحانه وتعالى علمي غنا وحوية وحالا قلنا ولا إياه كود حجر علمي غا هداد نقطة عالمك وقوين علم مدامين كرتد إمام الشافعي علم مدامي مدامين أحمنا حنبال مدامي مدامين إمام الشافعي محيري سو شاقي تحفة الأحوال على شرح الترمذي إذا صح الحديث في لحوم الإبر قلت به حديثك كور رمي هلبك قيلة هذا صحيح نقضه أنه وان إربوري يعني إمامك مسألة ذا هلبك قيلة يعني شرط قاسو كحري ويسومون الدول إستاغن الصحة ذي سيضع في قيلة
لكن نووي بيهقي في السنة الكبرى علماء سادر استاكتي قد صح فيه حديثان بول بيهقي لبا حديث باكو عن صحيوان شافعي مركا وحوي العلم لما يسمي جرو إمام مالك كتاب كيسم وطع لحظة عشاء شوالك إلا الصوم لحظة عشاء شوالك إلا الصوم مونا كتقنا وحوري وبدعو وهي حديثك لحظة شوال مونا عرق باليري مركا ولا ليال تاسو حيث صالحين وقتهاي سكا استهداد مساجد كان او علم يا ديغاتو علم مرد مين كرتيد سو مالك مركا وحال الرباء انت نوشا هاي إن هذا علمي قاعد زيادة صوت كل دقنته وقل ربي زدني علما والله سبحانه وتعالى أعلم.